السؤال الأولاني بيقول لي إذا كان ألف وب حدثين من فضاء علم تجربة عشوائية وألف جزئية من ب، فإن لم ألف تحد ب. أه إحنا اتفقنا لما تكون ألف جزئية من ب يبقى على طول، لو قال لي لا ألف تحد ب بيدي الكبير، لأن ألف جزئية من ب قال ألف هي من ب، الاتحاد يدي الكبير على طول بيدي لم. طب لو تقاطع يدي صغير، يعني انا بقولها وبقول بالمره ايه الاسئله اللي ممكن تيجي عليها تاني. طب لو الفرق يعني اللي عندي الف ومش عندي ب، مش معقوله اذا كان الالف كلها جوه ب، ففي الحاله دي ده حدث مستحيل، فيبقى احتماله صفر. لام الف فرق ب تساوي صفر، هو طالب لام الف تحت ب هي هتبقى لام ب لكن انا كده بيقول ده متجه ازاحه، بيقول لي يمكن العيار متجه الإزاحة حتى اللحظة نوت ثواني. نوت ثواني يعني أنا أعوض، أو أقول لي بعد ثانية واحدة أعوض على نوت واحد، يعني هيبقى ليه بتساوي أعوض على نوت واحد، يعني كأنه يبقى 3 في 1 زائد 2، ونعوض هنا يبقى 4 في 1 ناقص 1، يعني دي 3 في 1 في 3 زائد 2 يبقى ده 5 سنين، ودي هتبقى 4 في 1 في 4 ناقص 3 سنين، يعني من الاخر متجه الازاحه انا ممكن احسبه بالمنظر ده 5 كوما كده 3، ده متجه الازاحه. طب هو عايز معياره، المعيار كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد جاز 5 تربيع زائد 3 تربيع، فانا لو عملت كده تطلع جاز 4 تربيع، الاجابه هتبقى جاز 4 تربيع. رقم 4 بيقول لي صعب البطاقه مرقمه من 10 بطاقات مرقمة من ايه؟ من 1 ل 10. طيب البطاقات من 1 ل 10 فضائل العائلة بتاعي ممكن يطلع ايه بطاقة من 1 2 3 4؟ طيب يقول لي فإن احتمال الوصول على عدد يقبل القسمة على 3. طب عدد يقبل القسمة على 3 ممكن نسمي الحدث ده ايه؟ في اللي يقبل القسمة على 3 يعني 3 و6 و9 المفروض 12، 12 هبقى عديت ال 10 يبقى نوقف لحد كده. هو عايز الاحتمال، يبقى لا أ يساوي بنعد 3 1 2 3 على 10، 3 على 10 اللي هي 3 من 10، يبقى هو لو جايبها هو جايبها لي 3 من 10، يبقى انا اختار 3 من 10. انا مديها لي بيقول لي ان اللام أ ب 3 من 10 واللام ب 8 من 10 ولام ألف بطاقة ب 3 من 10. احنا قلنا لازم اجيب الاربعه دول الاول 2 من 10، قلنا لازم انا اجيب الاربع حاجات الاول، واجيب انا بقى لام الاتحاد مش موجوده نجيبها. طب نجيبها ازاي؟ القانون العام ده لام ألف اتحاد ب تساوي لام ألف اتحاد ب ناقص لام الاربعه، نعوض فيها خلاص، يبقى لام ألف ده 3 من 10 زائد لام ب 8 من 10 ناقص لام الطاقات 2 من 10، هتطلع الإجابة 9 من 10، بجيب لك. طب تعالى نبتدي، يقول لي بقى إيه؟ إن لام ألف شرطة زائد لام ألف تحت. طيب لام ألف شرطة أصلا ده قانون، قانونها 1 ناقص لام ألف، يعني 1 ناقص 3 من 10 يعني 7 من 10. طيب هو عايز بقى لام ألف شرطة زائد لام ألف، يبقى لام ألف شرطة زائد لام ألف اتحاد ب، نجمع بقى لام ألف اتحاد شرطة ألف شرطة صورة 7 من 10، ولام ألف اتحاد ب بكام؟ 9 من 10، سيبنا نجمع يطلع 1 و6 من 10 اللي هي الاختيار رقم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كان ق هي قوة التجاذب المتبادلة بين جسمين، يوم كف عن كف، انا ممكن كاتب قانون الجذب العام على طول على الترتيب، دي بأي مما ياتي يكون خطا. خطا اول حاجه يقول لي القاف تتناسب تربيعا مع كاف واحد، هو فعلا طالما القاف كده القاف تتناسب مع الحاجات اللي في البسط طرديا، يعني قاف تتناسب طرديا مع كاف واحد، قاف تتناسب طرديا مع كاف واحد، قاف
تتناسب فرضيا برضو مع واحد على في تربيع. لكن ممكن نقول في اخر معلومه دي في حاجه تانيه برضو، القاف تتناسب عكسيا، لو اقول عكسيا بقى اقول مع في بس، مع في تربيع. يبقى دي ممكن تطير بطريقتين، القاف تتناسب مع الواحد على في تربيع، كان فينا واحد من في تربيع، لو اقول عكسيا اقول عكسيا مع في تربيع. هو جايب لي في المعلومات، جايب لي المعلومه دي، جايب لي دي، جايب لي اخر معلومه هي اللي غلط، هي قاف تتناسب عكسيا مع كاف واحد كاف اثنين على في تربيع. يبقى لو كلهم صح وبيقول لي هات الخطا، يبقى اخر واحده هي اللي هتبقى خطا، ان قاف تتناسب، بيقول لي قاف تتناسب عكسيا مع كاف واحد كاف اثنين على في تربيع، وطبعا ده خطا. المساله اللي مش على طول الجذب العام، اديني قوة الجذب المتبادلة بين كوكبين، توجد قوة الجذب المتبادلة، إجابة على سؤال مقالي، توجد قوة الجذب المتبادلة بين كوكبين، الكتلة الأولاني 9 في 10 أس 24، تعويض مباشر، أنا عايز القوة دي أهو. أولا هو بيديني ثابت الجذب العام، بيقول لي 6، طبعا ده ثابت فعلا من اسمه، ثابت ما بيتغيرش، دي 10 أس 11 أس 11 كده، عوضنا على 6. كاف واحد الكتلة الأولى بتديها لي ب 9 في 10 أس 24، الكتلة بتاع الكوكب الثاني طبعا 2 على 15، 6 في 10 أس 28 على في التربيع، الفين بتديها لي المسافة بين مركزهما 3 في 10 أس 9، طب 3 في 10 أس 9 طبعا هي على تربيع، فطالما عليها تربيع يعني الثلاثة هتبقى تربيع، هتبقى مربع دي ومربع دي، الثلاثة هتبقى تربيع 9، ودي لما تتربع نضرب الأس اللي بره في اللي جوه، يعني هتبقى 10 أس 18، يعني ده هتبقى 3، هتبقى 9 في 10 أس 18. طب ما أنا ممكن أنا بقى إيه أغير شوية حاجات كده وأظبط نفسي، أو 9 دي تشيل مع 9، نجمع العشرات دول مع بعض، يعني دي 10 أس 24 و10 أس 28 ب 10 أس 52، نشيل منهم ال 18 هتدينا 10 أس 34، نرجع نجمعها مع 10 أس 11 دي هتدينا 10 أس 21، ده بالنسبة لموضوع العشرات الموجودة، يعني أنا جمعت الأسس، أو ممكن أنا إيه ب 10 دي كأنها فوق، أجمع بقى سالب 11 زائد 24 زائد 28 ونطرح منهم الأس اللي بعده، فتطلع 21. بالنسبة للأعداد بقى هنضرب الستة 67%، فضلة تضربها في ستة، نضربها في ستة هتدينا تقريبا كام؟ ستة في سبعة بتيجي معانا أربعة، ستة في ستة، ستة في تلاتين وأربعة بتلاتين، ستة في ستة في تلاتين. طيب عشان نخليها بقى يعني بصيغة يعني بصيغة دي العلمية، أنا ممكن أحرك العلامة، أنا أخلي دي أربعة واتنين من ألف. لو حركت العلامة شمال هزود الأس ده واحدة، هخليها كام؟ يعني هخليها في 10 أس كام؟ طيب 10 أس 20، 10 أس تمام؟ يبقى أنا كده ظبطت. طيب أنا لما هحرك شمال العلامة واحد، أو إيه؟ أو هزود الأس ده واحد، يبقى ده الشكل الايه؟ النهائي يعني. إذا تحركت سيارة تناقصت سرعة سيارة من 90 كم على الساعة إلى 36 كم على الساعة خلال 5 ثواني، فإن السيارة تتحرك بطريقة طيب. هي دلوقتي 90 كم على الساعة، يعني أهو نقول إنها كانت هينصف يساوي 90 كيلو متر على الساعة. طيب وبعدين تناقصت، يعني بقت السرعة النهائية كام؟ السرعة النهائية بقت 36 كيلو على الساعة. هو يفضل طبعا ان انا احول الكيلو متر على الساعة ده لايه؟ لمتر على الساعة. هضربها ب 5 على 18. فهتبقى العين سبت كده بكام؟ ب 25 متر على الساعة. ودي هضربها ب 5 على 18 هتتحول ل 10. العين تساوي 10 متر على الساعة. فأنا كده حولت من كيلو متر على الساعة لإيه؟ متر على الساعة. طيب
لو جينا قلنا ايه بقى؟ هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي في اوجد التقصير اثرت في حركه التقصير. التقصير ده اقصد بيه العجله، مش بيه العجله، يعني العجله. طب انا ممكن اقول ايه؟ اطبق قيمه عين بتساوي عين صفر زائد العين عندي 10، العين صفر 25، الجيم مش موجوده، النون هو بيقول لي 5 ثواني. النون بيقول لي 5 ثواني. طيب يعني 10 ناقص 25 على الثانية، و10 ناقص 25 بتساوي ج في 5 و5 ج، ده هتدي سالب 15 بتساوي 5 ج، ودي 5 باسمك يبقى ج هتطلع بسالب 3. عشان كده تقصير، يعني عشان طلعت سالبة فهي ايه تقصيرية. هو طبعا بيقول لي بتقصير مقداره، كون انه قال كلمة تقصير يعني كأنه شال كلمة سالب، هو بيقول لي تقصير مقداره، اقول له تقصير مقداره 3 متر على الثانية، يعني القوس ده جسم رأسيا إلى أعلى بسرعة 42 متر على الثانية. يعني الجسم دي كورة مثلا إيه حدفناها لفوق بسرعة، طالما حدفناها دي السرعة الابتدائية بتاعتها 42 متر على الثانية. طيب وبعدين طبعا أنا لما حدفتها كده عكس الجاذبية، يعني الدال هتبقى سالبة، الجاذبية بتأثر تحت كده بعدها لفوق بعكس الجاذبية. طبعا أكيد هتوصل هنا أقصى ارتفاع، لما بتوصل لأقصى ارتفاع الكورة بتبقى سرعتها إنها صفر. ليه بقى؟ لأن أقصى ارتفاع بتبتدي بعد كده تقع، يعني بتفضل سرعتها في 42 32 مثلا 20 لحد ما توصل لصفر، ده تقوم واقعة، فيبقى سرعتها فوق خالص هنا كانت صفر. طب هو بيسألني إيه المسافة بقى اللي هي أقصى ارتفاع وصلت ليه ده؟ يعني إيه المسافة؟ أقصى ارتفاع المسافة دي مشيتها في الجو دي قد إيه؟ بسيط، أنا عندي دلوقتي عين وعندي عين صفر وعندي دال، وعايز المسافة، عايز المسافة. طب أنا ممكن أطبق عين تربيع تساوي عين صفر تربيع زائد 2 دال، أو عين تربيع اللي هي بصفر تربيع، وعين صفر 42 تربيع زائد 2 في دال اللي هي 9 في 10، بس الدال هنا هخليها سالبة بقى، سالبة. عشان كده في ناس يقول لك طالما اتحدث فوق خلي الإشارة دي سالبة. طب افرض انا نسيت، عادي اوي ممكن اقول سالب 9 في المية، عادي مش اغرب حاجه، يعني هكتشف بعد كده ان ممكن في سالب سالب وفين مش موجود. طيب الصفر ده ملوش لازمه، وممكن انقل 42 دي بعكس الاشاره تبقى سالب 42 تربيع، اضرب دول يديني سالب 1.66، ممكن انقل دي بالقسمه يبقى في بتساوي سالب 42 تربيع على سالب 1.66، هي طلعت الأمل خالص. المسافة